بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، تيجي نلخص ديننا؟ نلخص بس للرجال: تعفو عن من ظلمك، وتصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك، وتصل من قطعك، وتصبر على ما أصابك، وتحسن إلى من أساء إليك. يعني إيه للرجال؟ أصل ده مش سهل. يعني تقصد للي عنده القوة والعزيمة على ده؟ ما أقصدش الرجال، الرجل رجال المواقف. ما في فرق بين الرجولة والذكورة. أن يكون ذكر هذا قدره، أن يكون رجل هذا اختياره. فالذكورة قدر، إنما الرجولة اختيار. كم من امرأة بألف رجل؟ صح. وكم من ألف رجل؟ عشان كده أنا رجعت لها. الله ينورك. تقصد اللي عنده العزيمة والقوة إنه يقدر على راجل ولا ست؟ تمام. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. ده رجال مواقف، رجل ولا ست. فالذكورة قدر، أن يولد ذكرا هذا قدره، أن يكون رجلا هذا اختياره. الذكورة قدر، الرجولة اختيار. دي برضو من مأسوراتي. هنعملهم مجلد. بجد تلخص حاجات كتير. الذكورة قدر، الرجولة اختيار. العفو عايز رجالة، راجل ولا ست، بس يكون ايه؟ عصب كده شديد، لانه علشان هو قوي قوي على النفس، لان النفس تميل الى التشفي وتميل الى الانتقام، يحس انه خد حقه. مع ان الانتقام، تشرشل كان يقول كده: وانت في طريق الانتقام احفر قبرين، احدهما لنفسك. وانت في طريق الانتقام انت عارف تبدا امتى، لكن ما انتش عارف هتنتهي امتى. الانتقام بيختصر العمر.